عودة إليك سيد رائد. عودة، كنت تتحدث قبل قليل عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الرواية الفلسطينية، ولكن نحن يعني كما تابعنا المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للعديد من يعني التضييق والحظر. أنتم كمؤسسات وكمجتمع عربي ومسلم داخل الولايات المتحدة، هل تواجهون أي ضغوط يعني جراء حملات التضامن والتظاهر التي تقومون بها في أنحاء الولايات المتحدة؟ وإذا كانت موجودة هذه الضغوطات، من أين يأتي مصدرها؟ لا شك، زي ما هو معروف إحنا هنا في الولايات المتحدة، طبعاً الصهاينة عملوا قبلنا بسنوات طويلة وأسسوا لعمل منذ سنوات طويلة، ونحن أتينا، احتمال أن نقول أن نحن أتينا متأخرين، ولكن أتينا ونحن كذلك نعمل على قدم وساق. أختي الكريمة، إحنا على سبيل المثال أنا ذكرت لك موضوع مثلا أحد المؤسسات وكيف جاليتنا تطورت ما بين العمل الفردي إلى العمل المؤسساتي، ويعني كالطفل الذي يبلش يحبي ثم يمشي ثم يركض. فإحنا إن شاء الله في المراحل القادمة راح نكون نركض وراح إن شاء الله ننجز أكثر مما ننجز حاليا. لكن لماذا، أعتذر عن المقاطعة سيد رائد، يعني هناك إجماع على أن اللوبي الصهيوني قوي جدا داخل المجتمع الأمريكي، لماذا تأخر أبناء الجالية العربية والجالية المسلمة في تشكيل مثل هذه اللوبيات القوية داخل المجتمع الأمريكي، تشكيل مجموعات تدافع عن مصالحهم سواء السياسية أو الاقتصادية؟ سؤال كثير رائع جدا يعني، وأرجو تعطيني وقت كافي للإجابة على هذا السؤال. تفضل سيد رائد، تفضل. طبعا أي عمل جماعي سهل جدا إنه ينجح، أي عمل فردي يعني بياخذ وقت وجهد أكثر، وأحيانا بيبقى في صعوبة لنجاحه، وبكون حتى معدل نسبة نجاحه قليلة. طبعا ثقافة العمل الجماعي هي أهم نقطة هنا نتحدث فيها. طبعا إحنا زي ما تحدثنا وحكينا قبل شوي، يعني إحنا في منطقة تواجدنا هنا على سبيل المثال في ولاية نيوجيرسي، تواجد جاليتنا هنا منذ زمن طويل، يعني البعض حتى بيقول إنه صار لنا 3 أجيال، يعني ما يعادل 70 إلى 100 عام موجودين، ولكن كان تجمعنا متشتت في مناطق مختلفة. حديثا أصبح لنا تجمعات معينة، ومن خلال هذه التجمعات أصبح الآن لنا مؤسسات، وأصبحنا نعمل بأسلوب مؤسساتي. فهذا هو عنوان بداية النجاح، العمل الجماعي، العمل المؤسساتي، والمؤسسات الناجحة هي طبعا تفهم ظروف المجتمع التي هي موجودة به، وتعمل الخطط اللازمة على إنجاح أفكار معينة وتنطلق من هناك. وهذا ما حققناه إحنا في المركز الفلسطيني. المركز الفلسطيني عندنا في ولاية نيوجيرسي أصبح له فقط 10 سنوات، ولكن من خلال هذه 10 سنوات أنا كنت قبل لقائنا بربع ساعة عن بحصي الأعمال اللي قام فيها المركز مع بداية الأحداث خلال 45 يوم الماضية. كان حتى عندي صعوبة في إحصائها لأنها تجاوزت 120 نشاط خلال هذه الفترة، ونشاطات مؤثرة كثيرة، ومنها نشاطات لقاء مع سياسيين مؤثرين، التعامل مع الإعلام، تصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة في الإعلام، عمل المظاهرات الكبيرة. يعني في تاريخ القضية الفلسطينية على مر الزمان لم يحصل أي مظاهرة بحجم المظاهرة التي حصلت قبل أسبوعين في واشنطن، التي تجاوز عدد حضورها الأكثر من 300,000 متظاهر ومحتج على سياسة بايدن وإدارته في إدارة ما يحصل من عدوان على شعبنا في فلسطين في غزة خصوصا. فهناك فالمؤسسات هي الحل للكثير من المشاكل، وكذلك هذه المؤسسات حتى تقوم وتعمل على قدم وساق هي بحاجة لعوامل كثيرة، وأهمها الدعم المالي، وكذلك الدعم التطوعي، وكذلك
إعطاء الأفكار. يعني إحنا يعني أنت بحاجة لهذه العوامل حتى أنت كمان تنهضي. وماكينة العمل، الميكانيزم تبعت العمل في المؤسسات ونتيجة هذا العمل تتكاثر مع كثر دعم أبناء جالية. أبناء الجالية عندهم مطالب كثيرة وعندهم آمال كثيرة، وهم يتمنوا أمور كثيرة، ومنها أنه يكون تواجد لأولادنا في مواقع، مواقع اللي هي مواقع اللي هي صناعة القرار. صناعة القرار. طيب في هذه النقطة سيد رائد، يعني ما هو العمل الذي يجب أن يبدأ به أبناء الجالية المسلمة والجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى هدف المساهمة في صنع القرار؟ يعني لو كان لهم الكلمة اليوم لاستطاعوا ربما أن يغيروا في خطط أو حتى يوقفوا الكونغرس عن إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني. هذا بالضبط ما كنت أريد أن أذكره. فعلا إحنا لو عندنا ما بين 5 إلى 10 أشخاص في الكونغرس الأمريكي كان تمكننا من وقف شحن الأسلحة للكيان الغاصب حتى يحارب ويقتل أبنائنا. لو إحنا عندنا كفاية من أبنائنا في داخل دائرة صناعة القرار لتمكننا من إبطال الدعم المالي للكيان العدو وعدم دعمه في مئات المليارات من الدولارات. هناك تقريبا دراسة على أكثر من 260 مليار دولار، هذا ما تم تقديمه من الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني خلال سنوات طويلة. فلو لنا أولاد داخلين في دائرة صناعة القرار لتمكننا من إيقاف هذا الشيء. فنحن نتمنى من خلال قناتكم، نتمنى على جميع أبناء جاليتنا العربية يعني مساهمتهم أن تكون أكثر. يعني لا شك أنه في نتائج على الأرض الحمد لله. يعني إحنا في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها رئيس البلدية موجود هو عربي، عندنا مسؤول المنطقة هو كذلك عربي، عندنا محامي المدينة هو عربي، عندنا قاضي القضاء عربي، ولكن هذا ليس بكفاية. إحنا لا شك قبل قليل كنا نقول أننا نحن الطفل يبلش في الحباء ثم يمشي وثم يركض. إحنا إن شاء الله قطعنا مرحلة وبدأنا بالمرحلة الثانية، ولكن بحاجة لمساهمة أكثر. يعني إحنا الآن المؤسسات هي لازم نثقف أنفسنا. الحل الوحيد لجميع مشاكلنا كجالية على الأرض هون هي المؤسسات، وكذلك حتى نساهم في حل مشاكل أبناء شعبنا العربي بشكل عام وأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل خاص، لازم نسبة مساهماتنا تزيد. يعني إحنا الآن على سبيل المثال حسب بعض الدراسات لبعض الإخوان الموجودين عندنا عدة مؤسسات، ولكن نسبة المساهمة من أبناء الجالية العربي والإسلامية في هذه المؤسسات هي لا تزيد عن ما بين 5 إلى 10%، بينما 90% من أبناء الجالية هم ما لهم تفاعل، ما لهم لا تفاعل تطوعي ولا تفاعل فكري ولا حتى دعم مالي. وبتعرفي أنت هذه معظم المؤسسات هي تقوم على التبرعات وهي مؤسسات غير ربحية. فهي قائمة على الأشخاص القائمين عليها وهم اللي عم بيساندوها، وكذلك على حجم مساهمة أبناء الجالية في سرعة النتيجة. إذا أرادوا أبناء الجالية العربية أن مؤسساتها تنتج أسرع وتوصل لمراحل متقدمة، فيجب عليهم أن يساهموا بنسب أكبر. يعني لازم نثقف أنفسنا، إحنا كجالية عربية موجودين هنا في الولايات المتحدة يجب أن نثقف أنفسنا في بيوتنا. يعني إحنا عندنا في البيوت الحمد لله يعني في شغلات كثير إيجابية عندنا. نسبة أبناء جاليتنا العربية الموجودة هون في الولايات المتحدة من الجيل الجديد الجيل الثاني والثالث أكثر من 80% هم من نسبة المتعلمة المتفوقة. طيب في هذه النقطة بالذات سيد رائد، وأعتذر عن المقاطعة، يعني هل هناك وعي سياسي ووعي استراتيجي داخل البيوت العربية والمسلمة؟ ممكن. هذا الوعي هل هو حاضر لدى الآباء والأمهات عندما يرسلون ممكن. أبنائهم للدراسة في أرقى الجامعات الأمريكية؟ يعني هل يريدون فقط أن يصبحوا ربما أطباء مهندسين أم يريدون أيضا أن يعتلوا مناصب في الكونغرس؟ عم تسرقي الكلام من فمي. نعم صراحة
هذا الكلام سيد رائد. أنا بدي كنت أتكلم فيه هي ثقافة الوعي. هل إحنا زي ما حكينا نسبة المتعلمين عالية جدا وهم متفوقين يعني very well qualified ما شاء الله عنهم، ولكن الأب في البيت والأم في البيت هم دائما بيحبوا، بتعرف إحنا كمجتمع عربي دائما نحب نتباهى في إنه يكون ابني دكتور أو ابني محامي أو مهندس أو ما شابه ذلك، أوكي، من الوظائف اللي هي يعني تعطي رونق معين في المجتمع. ولكن إحنا نريد أن نوعي هؤلاء الآباء بأنه ضروري جدا أن يكون جزء من هذا التوجه. كذلك يعني إذا عندنا 4-5 أولاد، إحنا ما بدنا نقول بدنا نضحي في ولد، إحنا بدنا نقول بدنا نبني واحد من هالأولاد إنه يدخل المعترك السياسي. بدنا أحد الأولاد هذول يكون يعني كل بيت عندنا في جاليتنا العربية أو كل عائلة في جاليتنا العربية تبرز لنا شخص أو شخصين اللي إن شاء الله هذه المؤسسات تعمل على إنها تأهلهم ليكونوا قيادات للمستقبل ويكونوا داخل صناعة القرار. لأنه إذا إحنا لم نكن، يعني هناك مقولة مشهورة، إن لم تكن على دائرة على الطاولة أنت سوف تكون على قائمة المأكولات يعني. فحتى نكون مؤثرين أكثر لا شك في إنجازات. أنا لن أقول أنه لا يوجد إنجازات، لا يوجد، زي ما ذكرنا هناك الكثير من أبناء الجالية في مواقع مختلفة، ولكن كنسبة وتناسب لا زالت نسبة قليلة جدا. ونتمنى من الآباء ونتمنى من القيادات والمسؤولين في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام أن يثقفوا جاليتهم وعائلاتهم وفي داخل بيوتهم الآباء والأمهات أن يضعوا ويزرعوا هذه البذرة في عقول أبنائهم، أن يحلموا أن يكونوا في دائرة صناعة القرار. حتى بالنهاية الألم اللي إحنا بنشعر فيه اليوم وأبناء شعوبنا العربية وأبناء شعبنا خاصة الفلسطيني يقتل أمام أعيننا، هذا الشعور في الألم إحنا ممكن إحنا نوقف هذا. ممكن هذا الشعور إن نكون إحنا جزء من إيقافه الآن وإيقافه مستقبلاً إذا فكرنا في إيجابية أكثر، إن نكون في داخل دائرة صناعة القرار. وهذا إشي مش صعب نهائياً، زي ما تفضلنا وحكينا يعني سابقاً إنه معظم أولادنا هم من النسبة المثقفة المثقفة واللي هي مثقفة يعني ونسبة ثقافتها عالية جدا، يعني ممكن يعملوا بأي وظيفة لأنهم زي بقولوه عندهم قدرات عالية جدا جدا يعني. فنتمنى على أبناء جاليتنا أن يحذوا حذو جزء من أبناء جالية اللي اشتغلوا في المجال هذا. ما حكينا إحنا عندنا محامي وعندنا مير وعندنا عمدة وعندنا قاضي ولكن إحنا بحاجة ل يعني مثلا كذلك عندنا احنا كونغرس مان اند وومن، عندنا كذلك عرب ومسلمين وفلسطينيين هم كذلك هم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكن اعدادهم لا زالت محدوده وهناك فرص كثيره انه يكونوا اولادنا في المستقبل القريب ان شاء الله في هذه الدائرة، ولكن نحن بحاجة لأن نثقف أنفسنا أكثر حتى نكون مؤثرين أكثر حتى نكون في داخل دائرة صناعة هذا القرار. ومع ذلك يعني سيد رائد هناك نتائج ملموسة على الأرض، يعني تم تحريك الشارع الأمريكي كما تحدثت من قبل، 300 ألف أو أكثر من متظاهر يعني خرجوا في الشارع الأمريكي. الآن يعني هناك استطلاعات تشير إلى تراجع نسبة التأييد للرئيس الأمريكي بايدن. نواب من الحزب الديمقراطي كذلك انتقدوا كيفية تعامل جو بايدن مع التصعيد في غزة. الاحتجاجات الآن وصلت إلى موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية من وزارة الخارجية إلى أيضا الإدارة الوطنية للطيران والفضاء وغيرهما.
يعني كل هذا يعني خروج المتظاهرين وخروج موظفي الإدارة الأمريكية إلى العلن عبر رسائل مفتوحة لمطالبة الرئيس الأمريكي بالسعي إلى وقف إطلاق النار، هل يمكن أن يستجيب الرئيس الأمريكي الآن؟ يعني برأيك هل يمكن أن يتجاهل كل هذه الضغوطات سواء الشعبية أو على مستوى الحكومة الأمريكية والانتقادات وأن يمضي في دعمه للكيان الصهيوني في إبادته وعدوانه على غزة؟ مرة ثانية سؤال كثير في مكانه. إحنا كذلك كجالية عربية وإسلامية في الولايات المتحدة لم نشعر في تاريخ تواجدنا هنا في قوة كما نشعر الآن، والسبب الرئيسي في ذلك المشاهد البشعة للقتل أبنائنا في غزة وتأثيرها على شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي، والنقطة الأخرى تقارب الأصوات ما بين الحزبين، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. هناك تقارب كبير ما بين التيارين أو الحزبين هذولا، ومع قلة يعني إحنا بننتقل من نقطة مع قلة نسبة أصواتنا إحنا كجالية عربية، إلا أنه في تقارب الأصوات ما بين الحزبين إحنا ممكن نكون الصوت الحاسم في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2024. ممكن كثيراً، لأنه هناك تأثير وتواجد عربي في عدة ولايات وهي ولايات حاسمة مثل ميشيغان اللي هي منها الكونغرس وومن اللي هي رشيدة طليب. فهذا الإشي ممكن يعني يضعف شوية ويخلي حدة بايدن ودعمه للكيان الغاصب تقل مع فترة وصولنا للانتخابات، وهذا الإشي طلع واضح. يعني هو حاليا بطل يعني يستخدم لهجة الدعم الكامل والحديث عن دعم بالسلاح ودعم، لأنه هناك كذلك زي ما أنت تفضلت وحكيتي هناك في ناس في داخل الإدارة هم غير راضيين. بعض منهم يعني هو زي جاش بول اللي هو كان أحد الناس المسؤولين في مكاتب الشؤون السياسية والعسكرية لفترة طويلة يعني لأكثر من 11 عام، وهو من الناس المطلعين على الشحنات الأسلحة اللي بتروح مثلاً لأوكرانيا أو لأي دولة أخرى. فهو كان يعني عنده امتعاض كبير وانزعاج كبير لحجم المساعدات اللي عم بتروح لدولة الكيان، فلهذا السبب هو يعني استقال من مكانه. وهناك الكثير داخل الإدارة كذلك، ولكن الأشخاص اللي هم داخل هذه الإدارة هم يتكلموا يعني بدون أن يعلموا عن أسمائهم وهكذا، خوفا على مصالحهم ومستقبلهم المهني في هذا. ولكن يعني مع الأيام القادمة راح أتوقع وتيرة الأمور تزيد. أنت حكيتي كذلك عن موضوع المظاهرات. صراحة يعني يوميا في الولايات المتحدة هناك مظاهرات في جميع الولايات، وأعدادها غير مسبوقة وأفعالها على الأرض كذلك غير مسبوقة. فهناك تغيير. إحنا كجالية عربية وإسلامية موجودين هون علينا عمل كثير، عنا عمل كثير أن نعمله صراحة. علينا مسؤوليات كثيرة أن نعمله، وإن شاء الله راح نكون يعني عند حسن ظن شعوبنا العربية وشعبنا في فلسطين في غزة خاصة إن شاء الله، ونحن نعمل على قدم وساق لنعمل كل ما بوسعنا إن شاء الله حتى نناصر إخواننا في غزة. وإن شاء الله هذا الإشي يعني بنسبع عن نتائجه في القريب العاجل إن شاء الله بوقف إطلاق النار وكذلك فتح. تفضلي. طيب سيد رائد، يعني في ظل كل هذه المظاهرات بأعداد غير مسبوقة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل التقارب الذي كنت تتحدث عنه يعني بين الحزبين والتأثير القوي الذي يحظى به أو تحظى به الجالية العربية والمسلمة،
من يحظى بالأولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن؟ هل هم يعني الأمريكيون من أصل عربي أو الجالية العربية، أم الكيان الحليف في منطقة الشرق الأوسط واللوبي الصهيوني المؤثر عادة في نتائج الانتخابات الأمريكية؟ أنا بدي أرجع أجاوب يعني بنفس الطريقة، يعني لا شك إنه إحنا لسه عندنا مشوار كجالية عربية إسلامية بدنا نقطعه، ولكن بإذن الله بعدالة قضايانا وكذلك صدقنا بإذن الله هذا رح يسرع وتيرة النتائج رح تكون على الأرض. لا شك اللوبي الصهيوني مؤثر أكثر، الأيباك هو يعني من أكثر المؤسسات الفاعلة، وهي من أكثر المؤسسات اللي هي داعمة لهذول اللي هم البريزنتيف، هذول اللي هم الأشخاص اللي هم صناع القرار وهم اللي بيتحكم في القرار. وهي الأيباك هي الجهة، يعني إحنا نطلع على الأسماء هذول السياسيين، وكذلك it's public record، يعني إحنا مسموح لنا نشوف الأسماء والجهات الداعمة لهذول الأشخاص، وهي واضحة بالنسبة لنا أن يعني المبالغ المالية التي تصرف لهذول الأشخاص عن طريق هذه المؤسسات لشراء ذممهم ولشراء مواقفهم. ولكن مع الأسف السياسة هنا في الولاية في هذه البلد هي هكذا، يعني نحن زي ما حكينا متأخرين قليلا، ولكن إحنا بلشنا نشتغل على هذا الموضوع، وبإذن الله في المستقبل القريب رح يعني نتائج عملنا تكون واضحة للجميع. ولكن نحن لازمنا بحاجة لدعم جميع أبناء الجالية ليصطفوا خلف مؤسساتهم، لأنه المؤسسات هي الحل الوحيد للكثير من مشاكلنا. وبإذن الله إن شاء الله في المستقبل القريب بنكون يعني على قدر هذه المسؤولية، ونضاهي ما يقوم به المؤسسات الأخرى التي هي تدعم الكيان الغاصب، الكيان المحتل لأبناء شعبنا ولأرضنا العربية الفلسطينية. كيف تتوقعون أن تكون نتائج عملكم سيد رائد؟ يعني كل هذه المظاهرات والغضب الشعبي وأيضا المعارضة الداخلية، وهي مهمة جدا في هذا السياق، المعارضة الداخلية لبايدن ولسياسته الخارجية، هل تتوقع أن تهدد استقرار حكومة بايدن وانسجامها؟ وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبله السياسي؟ لا شك في بالمظاهرات، معظم المظاهرات هلأ عم يعني عندهم طريقة في الإلقاء، وهذا الإلقاء يعني مختصره بقول in November will remember، يعني بشهر 11 رح نتذكر. نعم. المقصود فيه هو تهديد مباشر للرئيس الأمريكي بايدن ولإدارته، إنه بشهر 11 هو وقت الانتخابات. والأصوات كثيرة متقاربة ما بين الحزبين، واحتمال جاليتنا إنها تكون هي سبب في حسم هذا السباق. فهذا الضغط إن شاء الله إنه يعني خلال الفترة القادمة يبرز عنها إنه يصير في تراجع في هذه القرارات التي أخذت، يصير في تراجع في الدعم المالي لهذا الكيان، اللي هو يعني هناك قرار في دعم بأكثر من $13.4 billion للكيان. كذلك هناك في معارضة ضدها، تم دعم سابقا بسلاح، تم دعم سابقا ب $3.5 billion. فإن شاء الله بالفترات القادمة يعني هذا الإشي رح يخلينا نشكل ضغط مباشر في منع أي إن شاء الله شحنات أسلحة أو دعم مالي. أو كذلك حتى مواقف سياسية، في إن كانت على حساب مواقف سياسية في اليونايتد نيشن، أي ريزولوشن، أي قرارات. فيعني هذا الإشي إحنا نعمل عليه بإذن الله، ولكن إن شاء الله نتمكن من هذا بإذن الله، يعني بمساعدة جميع أبناء الجالية العربية ومساهمتهم بإذن الله، وإن شاء الله في تثقيفهم في إنه العمل الجماعي هو ضرورة قصوى. العمل الجماعي ودعم المؤسسات ضرورة قصوى، يجب على الجميع الوقوف
وراء مؤسساتهم في هذه الفترة حتى هذه المؤسسات تنتج عن أعمالها الكثير مما يثلج الصدر إن شاء الله، اللي هو راح يعود على جاليتنا واللي هي متواجدة هون بالنفع والإفادة، وكذلك مردودها إن شاء الله على شعوبنا العربية وخاصة شعبنا الفلسطيني في مدينة غزة. طيب سيد رائد، هل تتوقع التاريخية، يعني إلى أي درجة يمكن اعتبار كل هذه المعطيات يعني فرصة للرئيس السابق دونالد ترامب رغم كل المشاكل القانونية التي يواجهها، وهو الآن يمارس صمتا مدروسا ولا يدلي بأي تصريحات، يعني أنت أدرى بالمشهد السياسي؟ نعم 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 نعم، هو لا شك بايدن في بداية الأحداث هو طبعا ذهب إلى أقصى اليمين. نعم. وتوعد وقال إنه هو عنده إمكانية يدعم أفضل ويعمل أكثر ويساند الكيان أكثر، ولكن خلال برضو الأسبوعين هذول اللي فاتوا لما شاف هو، يعني حتى خرج في تصريح إعلامي إنه هو مش مصدق نوعا ما اللي عم بشوفه، إنه هناك الآلاف والملايين من البشر عم تخرج. نعم. يوميا وتتظاهر ضد الحرب ويريدون وقف إطلاق النار وهكذا، فهو في توقيت مش ضايل غير عندنا غير سنة واحدة 12 شهر تقريبا للانتخابات. نعم. أوكي؟ فهم بتعرف السياسيين بدهم يلعبوا أذكياء، الكثير منهم بيحب، عندنا كلمة بالعرب بيحب يلعب على الحبلين، يعني بيحب يلعب على الطرف هنا شوي ويلعب هنا شوي حتى يحقق أكثر إنجاز لإله، ولكن جاليتنا العربية وعيها بهذا الموضوع غير مسبوق، صدقيني الجميع يعي هذه المرحلة. نعم. وبإذن الله هذا الإشي رح يكون له تأثير على ما يدور حاليا في فلسطين، وإن شاء الله هذا إن شاء الله بيكون في صالح جاليتنا في المستقبل القريب والبعيد بإذن الله. طيب سيد رائد ابقى معنا، نستمع الآن إلى هذه المكالمة الصوتية المسجلة مع السيد أحمد مهنا وهو مدير مستشفى العودة، يشرح لنا من خلالها الوضع الصعب الذي يعيشه هذا المستشفى في ظل القصف المتواصل للاحتلال الصهيوني، نستمع. احنا لازلنا على رأس عملنا في مستشفى العودة، الطاقم متواجد ومتماسك يدير الأزمة رغم كل التحديات، إلا أننا صامدون في تقديم خدماتنا لأبناء شعبنا، ورغم أن مستشفيات الحكومية المجاورة توقفت عن الخدمة بشكل كامل وأخلي المرضى والطواقم من المستشفى الأندونيسي بشكل رسمي اليوم، والعديد من المرضى توجهوا إلى مستشفى العودة وتم تقديم الخدمات اللازمة بشكل فوري لهؤلاء المرضى، مع العلم أنهم مكثوا في مستشفى الإندونيسي أكثر من أسبوعين دون تلقي أي خدمات، وعلاوة على ذلك جروحهم سيئة جدا وملتهبة ونتنة، وتم التعامل معهم بمهنية عالية وأجريت لهم عمليات طارئة وهم الآن قيد العلاج. إضافة إلى أن التحدي الأكبر لدينا أن لا يوجد لدينا سولار إلا فقط بضع عشرات من اللترات لتشغيل مولد صغير يدعم اليو بي اس الذي يغذي النقاط الرئيسية في أقسام الكشك الولادة والعمليات، وهكذا مستمرون في تقديم العمليات الجراحية، تجرى العمليات الجراحية على مدار الساعة، المستشفيات الحكومية تخلي مرضاها على مستشفى العودة، المستشفى الوحيد وبشكل رسمي وقاطع الفاعل في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، نستقبل حالات من أقصى مدينة غزة، حالات ولادة وحالات جراحة وحالات ديكير وحالات باطنية، جميع المرضى يخضعون للعلاج في مستشفى العودة، السعة السريرية ممتلئة بالكامل، بل وضعنا إكسترا بيد بين المرضى للتعامل مع جميع المرضى. على العلم أن ليلة أمس كانت ليلة ساخنة جدا في الشمال، وتعرض المستشفى لأعيرة نارية، وكانت هناك على فراش الموظفين بعض الأعيرة النارية، الحمد لله لا توجد إصابات، ربنا سلمهم جميعا. هذا هو واقعنا حتى اللحظة في مستشفى العودة تل الزعتر. أيضا أود التنويه أننا في مستشفى العودة النصيرات في المنطقة الوسطى نعمل أيضا بنفس الجهد، نستقبل المرضى
الآلاف من المرضى، علما أن مستشفى العودة هو المستشفى الوحيد في مخيم النصيرات ويخدم كل المحافظات والمحافظة الوسطى، وخدمة الولادة حصرية في المحافظة الوسطى في مستشفى العودة. طيب، كما كنا نستمع كان هذا السيد أحمد مهنا مدير مستشفى العودة شرح لنا الوضع العام الإنساني داخل هذا المستشفى. سيد رائد، كما كنا نستمع السيد أحمد مهنا يتحدث عن توقف الخدمات بشكل كلي، هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد الفاعل في القطاع، ولكن الأطقم الطبية في شمال القطاع عفوا، ولكن تحدث كذلك عن صمود الأطقم الطبية واستمرارها في تقديم خدماتها وفي أداء دورها، مع أن هذا المستشفى تعرض ليلة أمس كما تحدث السيد أحمد مهنا لأعيرة نارية. تعليقك السيد رائد عن هذا الوضع الإنساني الكارثي قبل أن نختم هذا النقاش. لا شك يعني الاحتلال هدفه هو قتل المدنيين، من أطفال، من نساء، من شيوخ، وملاحقتهم حتى في المستشفيات كما رأينا في مستشفى المعمداني، مئات القتلى، مئات الشهداء، مئات الجرحى. وكما رأينا كذلك خلال الأسبوع هذا في مستشفى الشفاء، من حصار للمستشفى، من اقتحام للمستشفى، من سرقة جثث الشهداء، حتى ما يعادل أكثر من 130 جثة شهيد تم سرقتها، وكذلك حتى الكذب الإعلامي والتسويق، الروايات السخيفة للإعلام بأننا اكتشفنا وأننا كما كنا نظن وهكذا. نعم. مع الأسف الوضع الإنساني في هذه المستشفيات، وكما تري خلال الأسبوعين الماضيات هم يعني يركزوا كثيرا على المستشفيات، يركزوا كثيرا على المستشفيات، هم يريدون القضاء على الجميع. نعم. هم يريدون حتى القضاء على جميع الهيئات الطبية والكوادر الطبية، كما قضوا على الصحفيين، أكثر من 60 صحفي لحد الآن خلال 45 يوم تم قتلهم رحمهم الله. وكذلك هم يحاولوا كذلك قتل الروح المعنوية لدى الأطباء والكوادر الطبية، ويحاولوا يعني هو بالنهاية هم هدفهم تهجير الناس، هم يريدوا أن يهجروا الناس من قطاع غزة إلى مناطق أخرى، ولكن شعبنا أثبت جدارته وأثبت أنه صاحب لهذه الأرض ولن يتزحزح عنها ولن يذهب، حتى لو دمرتوا البيوت فوق رؤوسنا، حتى لو لحقتونا إلى المستشفيات. أختي الكريمة، إحنا هون في الولايات المتحدة، يعني إحنا حتى أحد الأنشطة اللي قمنا فيها خلال هذه الفترة اللي هو عن طريق المركز الفلسطيني بالتعاون مع الجمعية الطبية العربية اللي هي موجودة كذلك لها فرع عندنا في نيوجيرسي. نعم. يعني أحد الأنشطة اللي قمنا فيها اللي هو عمل الفندريزنج، اللي هو فتح مجال التبرعات لشراء مواد طبية، لشراء أمبولانسز اللي هم سيارات الإسعاف، والحمد لله يعني تم جمع مبلغ جيد، وتم التواصل مع الأونروا اللي هو عن طريقهم تم شراء هذه المواد وتسليمها لأبناء شعبنا. وهناك البرامج الكثيرة اللي هي موجودة عندنا يعني في داخل الولايات المتحدة في التعاون مع مؤسسات اللي هي في اليونايتد نيشنز زي الأونروا وغيرها، حتى يتمكنوا من أنهم يبعثوا المواد الطبية اللازمة بأسرع وقت. ولكن المشهد حزين، المشهد يفوق التوقعات صراحة. يعني نحن شعورنا في هذه المرحلة
يعني ما بدنا نقول إنه إحنا مكتفين اليدين ومش قادرين نعمل إشي، لا، إحنا نعمل وبإذن الله سنبقى نعمل حتى نتأكد إنه جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة هم في مأمن بإذن الله، وهم راح يكون عندهم المواد الطبية، وإن شاء الله راح تكون عندهم الإغاثة الإنسانية. وهذا إن شاء الله الأمل بالله، وهذا الأمل بشعبنا العربي، شعبنا الإسلامي، شعبنا الفلسطيني اللي هو موجود في جميع أنحاء العالم. شوفي حتى يعني تأثير هذا الإشي انتقل يعني مش فقط لنورث أمريكا، حتى لساوث أمريكا. يعني بلاد كثيرة في ساوث أمريكا زي البرازيل، زي بوليفيا، زي تشيلي اللي هي البلد اللي فيها أكثر تواجد فلسطيني في ساوث أمريكا، يعني ما يعادل حوالي 500,000 فلسطيني موجود فيها. هذا الإشي كذلك مؤثر عليهم هناك، لدرجة أنه الكثير من هذه الدول سحبت سفراءها وحتى وقفت التعامل مع هذه البلدان، عفوا مع الكيان الغاصب، كذلك لاستخدام هذه الطريقة كطريقة ضغط على الكيان الغاصب حتى يفتح أقل ما فيها المعابر للإغاثة الإنسانية، ويتمكن شعبنا من أن يلاقي الدواء ويلاقي الغذاء وحتى يلاقي الماء اللي هو محروم منه. طيب. وهذا إشي يعني سابقة لم يعني ما مرقتش حتى في العصر الحديث نهائيا، إنه شعب يباد بهيك طريقة وكذلك يمنع عنه الماء ويمنع عنه الهواء ويمنع عنه الغذاء والكهرباء. يعني هذا بدل على وحشية هذا العدو، ولكن إن شاء الله بصمود أبنائنا وبصمود شعبنا إن شاء الله رح نتجاوز هذه المرحلة. وبإذن الله منصورين بعون الله. هذا ما نأمله سيد رائد عودة، نائب عمدة مدينة باترسون الأمريكية من نيو جيرسي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نعلم أن الوقت متأخر في نيو جيرسي، ولكن نشكرك على بقائك معنا ونشكرك على كل هذه التوضيحات والتفاصيل. شكرا لاستضافتي، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. شكر موصول كذلك للسيد عادل شديد، وهو المحلل المختص في الشأن الصهيوني، كان معنا مباشرة من الخليل. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا النقاش من الفترة الصباحية. طبعا فقرات برنامج صباح نيوز لا تزال متواصلة إلى غاية 10 صباحا. قوا في متابعتي.